بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هنصور اول حلقه من برنامجنا حلقه الحلم. النهارده المقدمه لازم كلنا نعرف ايه الفكره من الموضوع. احنا شرحنا حاجات كتير على الجروب بتاعنا اناليسيس فور اول وكتابه، ونزلنا فيديوهات عملي ونزلنا حاجات كتير ونزلنا كتب وغيره. الفيديو ده للدكاتره المتميزين معانا. احنا عملنا جروب اسمه زادوين الحلم على اسم البرنامج بتاعنا، وهيبقى في الدكاتره المتميزين وفي الدورات اللي على الجروب اناليسيس كل اللي هيبقى متفوق معانا فيها هنضيفه معانا على الجروب لحد ما نوصل لرقم الناس كلها بتهتم بالمجال، مش ناس بتدخل لمجرد ان احنا نهزر، او ناس بتدخل تاخد اللي احنا مجهودنا اللي تعبنا فيه وتمشي، وناس بتدخل عشان حاجه معينه. ده الجروب ده والبرنامج ده تقديم من الادمنز الخاصين بجروب اناليسيس فور ليكم. دي مقدمه بسيطه. اول حاجه في برنامج الحلم ان شاء الله هنتكلم عليها، هنتكلم عن التحاليل بصفه عامه. يعني ايه تحاليل؟ التحاليل دي عباره عن اللي احنا بناخده الصيام الدم او اليورين او الاستول او السبيوتم او البرونكولوجاج او الفيوجن او غيره، وبنبدا نشتغل عليه بعض العمليات الكيميائيه عشان نشوف خاطر ايه سبب الديفكت الموجود في الجسم. التحاليل عموما ليها فروق كتير جدا. عندنا تحاليل في الهيماتولوجي، تحليل في الكيمستري، تحليل في البكتيرولوجي والفيرولوجي، عندنا تحليل في الباراسيتولوجي، عندنا هرمونز، عندنا باثولوجي. طبعا هرمونز وباثولوجي مش هنتكلم عليهم، هندي فكره عامه عن التحاليل ان شاء الله. اول حاجه هنتكلم عليها ايه العينات اللي احنا شغالين عليها. احنا بنشتغل على عينات دم وعينات يورين وعينات ستول وعينات سبيوتم. اول حاجه عينات الدم، ودي عباره ان احنا بنفصل الدم الموجود في الجسم بتاعنا بنطلعه من الجسم وبنبدا نشتغل عليه بعض العمليات الجراحيه بعد العمليات الكيميائيه عشان خاطر نبدا نقدر زي السكر، زي الجولينا، زي الكرياتينين، زي وظائف الكلى، زي الانتستريبت، زي التايفويد، زي البروسيلا. في الهيماتولوجي نشوف صور الدم، ندرس خلايا الدم، الهيموجلوبين، نشوف الشيب ار بي سيز، نشوف البليتلت وكفائتها، نشوف البوسوم، نشوف حاجات كتير موجوده فينا. عندنا الاقسام بتاعتنا اللي هنشرحها في البرنامج ان شاء الله. هنشرح الهيماتولوجي، هنشرح الباراسيتولوجي، هنشرح البكتيرولوجي، هنشرح الكيمستري. هنتكلم عن كل قسم دلوقتي بصوره مختصره عشان تبقى مقدمه جميله. اول حاجه هنتكلم عن الهيماتولوجي. احنا عندنا نوعين من الهيماتولوجي، عندنا نوع بنشتغله مانيوال ونوع بيشتغل بالاجهزه. احنا هنشرح الاثنين ان شاء الله. النوع المانيوال بيعتمد على اللي احنا بنحضر محاليل وبنشتغل تحت الميكروسكوب. النوع الخاص بالاجهزه دوت بيبقى مسؤول ان احنا بنفصل السيرب وبنطلع ندخله على الجهاز، وهو بيقيس السايز بتاع الار بي سيز وغيره، وبيتفرقها من تي دي سي الار بي سيز للبليتليت للليمفوسايت، وهنقول عيوبه وهنقول مميزاته ان شاء الله. تاني حاجه في الكيمياء عندنا بنشتغل على جهاز يا اما كالوريمتريك يا اما كاينيتيك يا اما اوتوماتيد، وهنصور في المستشفى ان شاء الله على جهاز اوتوماتيد سي اكس، وهنتكلم على الكالوريمتريك. فكره الكيمياء ان احنا عندنا معادله بنطلع منها تحليل ابزوربنس سامبل على ابزوربنس ستاندرد في الكونسنتريشن بتاع الستاندرد. دي المعادله دي جت منين؟ من قانون بيرو لو. القانون دوت هنشرحه بالتفصيل ان شاء الله، بس هقول نبذه صغيره عن الجهاز اللي نشتغل عليه. احنا عندنا لما بنبدا نشتغل التيست ده تفاعل كيميائي في الاخر بيدينا لون زي ما احنا عارفين. احنا جت من الفكره من الجهاز اللي احنا ممكن نحط اللون الطبيعي بتاعنا اللي هو اللون الابيض، واللون اللي هو بيطلع من لون اشعه الشمس، وفي منشور جوه الجهاز بتاعنا لما اللون بيدخل منه بيحلل الضوء الوان الطيف السبعه. ومن هنا جت فكره ان احنا ممكن اللون اللي طالع مثلا طلع بينك هيبقى الكومبلمنت بتاعه جرين، فهيحصل اتحاد مع بعض وهيدينا اللون الطبيعي. فمن هنا جت فكره اللون، فعشان كده بنقول ابزوربنس سامبل، ما بنقيس درجه اللون، احنا بنقيس درجه امتصاص مكمل اللون للون. ما ينفعش نقول احنا بنقيس اللون، احنا بنقيس درجه امتصاص مكمل اللون للون، وبنبدا نشتغل شغل كلنا. عشان كده ما ينفعش في التحليل بتاعنا نفقد يحصل اي خلل في المعادله، ننقص كميات، نزود كميات، نقلل الوقت، نزود الوقت.
احنا المعادله بتاعتنا بيبقى ليها شروط معينه، درجه حراره، كميات معينه، وقت معين. لو اي ديفكت حصل في المعادله دي التحليل بتاعنا مش هيبقى مظبوط، وهنشرح كل ده ان شاء الله بالتفصيل الممل في الكيمياء. ثالث قسم عندنا الباور سايكولوجي، وده بندرس فيه اليورين والاسطول، وهنتكلم عليه بالتفصيل. ده بنشوف فيه البارازايت، بنحدد فيه الكريستالز الاملاح اللي موجوده، بناء عليه بنشوف الكلى عامله ايه، بنشوف لو في صديد وهنعمل مزرعه، بنشوف حاجات كتير فيه. رابع قسم عندنا واخر قسم ده قسم البيولوجي والبكتيرولوجي، وده هيتقسم لثلاث حاجات. هنتكلم عن البكتيرولوجي، وهنتكلم عن التيفويد والبروسيلا، هنتكلم عن الانتستريبت، هنتكلم عن السي او بي، عن الروماتويد، هنتكلم عن الكالتشر، هنتكلم عن البيولوجي، الفيروس ماركر، اتش سي في، اتش بي اي اس، اتش بي اس اي جي، اتش اي في. ولو لقينا وقت ان شاء الله برضه هنحاول نتكلم عن الايدز وغيره. هنتكلم بعد كده ان شاء الله في حلقات مجمعه في الاخر عن تحاليل جديده علينا، زي الميتابوليك سكرين، زي الكاري جلوبيلين، تحاليل كتير جديده اول مره نسمع عنها، زي الفيوجن وبنشتغل منه ايه، زي البرونكولوجي بنشتغل منه ايه. دول الاربع اقسام اللي عندنا. اول حاجه هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الدم. احنا عندنا نوعين من الدم، نوع دم في انبوبه فاضيه اللي هو ده بلاد وزاوت انتي كواجولانت وبنفصل منه السيرم، وعندنا هول بلاد او بلاد وز انتي كواجولانت، ده دم عليه الانتي كواجولانت منع التجلط عشان يبقى ليكويد. احنا في تحاليل بنحتاج الدم فيها يكون سيرم سوليد صلب كده، وتحاليل بنحتاجها ليكويد. في الكيمستري بنحتاج الدم يكون مش على منع تجلط، في الهيماتولوجي عشان ندرس خلايا الدم بنحتاج الدم يكون ليكويد. وبالتالي جت عندنا تقسيمه اللي احنا عندنا الانتي كواجولانت متقسم لانواع كتير، عندنا ايديتا، عندنا صودات صوديوم، عندنا فلورايد صوديوم، عندنا صوديوم فلورايد، عندنا هيبرين. طبعا اول حاجه هنتكلم عليها الايديتا، ودي بنحضرها برضه بيبقى 5 جرام على 100 ميه مقطره، ودي بنستخدمها في امراض الدم. اولا سعرها رخيص، ثانيا افضل منع تجلط، بيحافظ على شكل الار بي سيز والتي بي سي وشكل خلايا الدم عموما. الايديتا 50 مايكرون منها كفيله اللي هي ما تجلطش من سنتي ل 2 سنتي دم، بالتالي لو احنا قللنا كميه الدم هيخف، لان احنا عندنا النسبه مش متساويه في ال 50 سنتي. يعني لو 50 سنتي ايديت على نص سنتي دم، 50 مايكرون ايديت على نص سنتي دم، العينه هتخف. لو زودنا 3.5 سنتي على 50 مايكرون هيحصل تجلط، لان كميه المنع قليله. فعشان كده النسبه الامثل لينا هتبقى 50 مايكرون من ال 50 مايكرون من الايديتا على من سنتي ل 2 سنتي ونص ماكسيمم دم. وبعد كده بنقلبها في حركه دائريه عشان خاطر ما تتجلطش، وبعدين نبدا نشتغل على الهيماتولوجي بتاعنا اللي هو ايه صوره الدم. تاني حاجه عندنا اللي هو الصوديوم ستريت، اللي هو صدات الصوديوم، دي بنشتغل عليها في ثلاث انواع من التحاليل بتاعنا، يا اما صوره الترسيب، يا اما البروسومبين، يا اما البي تي دي، وهنشرحهم بالتفصيل ان شاء الله. بنحضرها عباره عن 38 جرام في ال 1000 او 3.8 في ال 100 للميه المعطره، بنوزنهم وبعدين نحضرهم ونقلبهم كويس ونستخدم صورة الترسيب. بناخد 1.6 دم، 1.6 دم على 400 مايكرون من الصوديوم ستريت، يا اما 8.1 دم على 200 مايكرون من الصوديوم ستريت. في البروسومبين بناخد 1.8 دم على 200 مايكرون، وبنشتغل عليه البروسومبين والبي تي تي. تالت حاجة عندنا الصوديوم فلورايد، وده منع تجلط مناسب جدا عشان خاطر تحليل السكر، هو يعتبر لتحليل السكر بس، لأنه بيسبقت البكتيريا اللي بتدخل تعمل تحليل السكر في الجسم، وبيحافظ على كمية السكر، بالتالي بنتجنب أي ديفكت، لأن احنا زي ما احنا عارفين إن احنا كل ساعة السكر بيتفقد بنسبة من 8 لـ10%، فده هيأثر علينا. يعني لو سحبنا العينة من أول يوم وجينا اشتغلناها آخر اليوم هيحصل اختلاف رهيب في النتيجة، فعشان كده بنحطها على منع تجلط، يا اما بنفصلها على سيرم. تالت رابع حاجه عندنا هتبقى الهيبرين، وده منع تجلط غالي جدا ومش متوفر بكميات كتير، ده بنستخدمه في الليفر فانكشن، وبنستخدمه في البلاد جازز او الاي بي جي، وده غالي جدا وبيبقى ليه طريقه في شغل في شغله. دوت هنشرحها ان شاء الله لما نيجي نتكلم على الليفر فانكشن او على البلاد جازز.
كده خلصنا موانع التجلط، اتعرفنا على التحليل، اتعرفنا على الاقسام اللي هنشرحها. التقسيمه بتاعتنا ان شاء الله هينزل الحلقه عباره عن تلت ساعه باذن الله فيها الشرح، طبعا وهيبقى في حلقات تانيه للعملي، يعني كل قسم هنتكلم على التحليل فيه هنصور الفيديو بتاع عملي وهننزله لحضراتكم ان شاء الله، وهننزل الملفات وهننزل المناقشات بتاعتنا على الجروب. اخر حاجه هنتكلم عنها النهارده ان الجروب دوت احنا مش عاملينه اللي احنا بنكتب علم على الناس، احنا عاملينه للناس المتفوقه اللي هي المتميزه معانا، اللي هي حابه تتعلم، مش اللي هي تاخد نقطه معينه وتمشي، لان في دكاتره كتير كانت معانا دخلت خدت اللي هي عاوزاه وسابتنا ومشيت ما شفناهاش تاني، نزلت اللي احنا الملفات وخلاص ما بقتش تتابع معانا. فاحنا اخترنا الدكاتره المتميزه اللي هي حابه تتعلم وحابه تبقى كويسه في شغلها وضفناها على الجروب بتاعنا، وان شاء الله هننزل الحلقات ان شاء الله هتبقى 1/5. دي مقدمه احنا هننزلها على الجروب النهارده ان شاء الله عشان خاطر تتعرفوا على طبيعه الجروب وعلى طبيعه الشغل وعشان ناخد ارائكم فيه ان شاء الله.